رسمة جديدة وفيديو جديد. ورسمة النهاردة هتكون عبارة عن رسمة عن حقوق الإنسان. هنرسم رسمة جديدة عن حقوق الإنسان غير الرسومات اللي احنا كنا رسمناها قبل كده. اللي هيرسم معايا الرسمة يبعت لي حساب على انستجرام او على الفيسبوك، الروابط موجودة في صندوق الوصف. جاهزين؟ يلا بينا. فيديو جديد ورسمة جديدة. وفيديو النهاردة ورسمة النهاردة هتكون عبارة عن حقوق، رسمة عن حقوق الإنسان. هنرسم شكل إيد وهنرسم شكل بقى زي القيد بتاع المساجين على الإيد. طبعا هنعمل شكل كده زي الشكل البيضاوي أو المستطيل اللي بالعرض عشان تبقى ماسكة الإيد زي ما انت شايفين. طبعا الخطوط اللي احنا عاملينها بتاعت الايد دي هي عبارة عن الخطوط اللي احنا ما نطلعش عنها، عشان في دي حاجة من الحاجات اللي الناس بيغلطوا فيها، بيحسبوا ان احنا لما نعمل شكل الايد بالطريقة دي فده معناه ان احنا خلاص استقرينا على المقاس ده. لا، احنا بنعمل المقاس بتاع المعصم بتاع الايد او الدراع بتاع الايد بس عشان يدينا الحيز اللي احنا ما نطلعش عنه. زي ما انتم شايفين بنعمل الصوابع عبارة عن شكل بيضاوي، طبعا اشكال بيضاوية، الاول بيكون اقصر من التاني والتالت بيكون اقصر من التاني واطول من الصباع الاول، وطبعا الصباع الاخير بيكون اصغر واحد. وبعد كده بعمل بقى الخط بتاع الكف التاني، وزي ما انتم شايفين بظبط بقى المقاسات على الايد بعد ما خلصنا، يعني بعد ما احنا اتأكدنا بقى خلاص هتبقى واصلة لحد فين الايد فنقدر نعمل بيها المقاس، ولكن ما تبقاش اكبر من المقاس اللي احنا عملناه في الاول. زي ما انتم شايفين عملنا خطين كده، خط مايل لناحية اليمين وخط مايل لناحية الشمال، وعملنا التجاعيد بتاعت الايد بالطريقة دي. وبنعمل بقى الجنب التاني من الشكل برضو خط مايل لناحية اليمين فوق كده وخط مايل لناحية الشمال تحت زي ما انتم شايفين، يدينا شكل كده ان طبعا ماسكة الايد بتأثر على اي حاجة تمسكها ان هي بتشدها، فبيبقى من عند ماسكة الايد ضيق وكل ما بتروح كل ما بتوسع. وعملنا خطوط بسيطة كده عشان تدينا المنظر بتاع الشد. طبعا لازم نخطط تخطيط خفيف في رسمة النهاردة عشان ما نسيبش اثر على الورقة واحنا بنمسح، لان طبعا الرسمة ممكن يبقى فيها تعديل كتير وممكن تغلطه، مفيش اي مشكلة. الغلط على فكرة مش عيب، ان حد يغلط وهو بيرسم دي مش حاجة تعيبه وتقول لا ده بيعرفش يرسم، لا بالعكس عادي جدا اي حد بيغلط. زي ما انتم شايفين بنعمل شكل بقى القيد او الـ 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 الحديد اللي بيتحط فيه المساجين اللي بيتحط بيه اللي بيقيدوا بيهم ايديهم. فبنعمل الطريقة دي واحدة واحدة كده خطوط بسيطة، نعمل انصاص دوائر كده وخطوط تانية جنبها تدينا الشكل اللي احنا عايزينه. طبعا لازم تمشي خطوة بخطوة في الرسمة النهاردة، محدش يستعجل، محدش يجري ويجري الرسمة ويقول لي اصلها صعبة، لا الرسمة دي مش سهلة، الرسمة دي صعبة عليا، لا الرسمة سهلة صدقوني. امشوا خطوة بخطوة هتلاقوا الرسمة بسيطة. زي ما انتم شايفين بنعمل طبعا القفل او القيد او الحديد بتاع المساجين هيكون اتكسر من الاخر طبعا، لان التكسير ده هو الحرية بتاعت الانسان. فزي ما انتم شايفين كده بنعمل اشكال عشوائية كده في الاخر تدينا شكل التكسير. ونيجي بقى كده نبدأ نلون. دلوقتي كده يعتبر خلصنا مرحلة التخطيط، جبت اللون الاحمر في الماستر وبدأت اكتب حقوق في اليمين في القماش اللي على اليمين ده والانسان في اللي على الشمال بالطريقة دي. طبعا سواء بقى عايزين نشوفها قماش ورق اي حاجة، المهم ان هي الحاجة اللي احنا ماسكين فيها على اليمين حقوق على الشمال انسان، ممكن تكتبوها باللون الاحمر، ممكن بالازرق، ممكن بالبنفسجي، اي لون تحبوه مفيش اي مشكله. بعد كده جبت اللون الجملي او اللون الاصفر الفاتح او الاصفر اللي هو مايل لبرتقالي شويه، اللون ده جبته عشان طبعا ده اللي بلون بيه الرمل، لو في اي شكل رمل بنلونه باللون ده، جبته عشان الون بقى بيه الايد. زي ما انتم شايفين تقدروا تلونوها طبعا باللون السيموني، سواء تلونه باي اي الوان سواء لون خشب او لون في الماستر، فممكن تلونه بلون البشره الايد. طبعا طبعا ما عندكوش الوان تقدروا تلونه عادي او تسيبوها ابيض، يعني مش لازم تلونوها لو ما عندكوش اي الوان، ما عندكوش الوان البشره ولا اللون ده، فممكن تلونوها باللون الاصفر او انكم تسيبوها بيضه مفيش اي مشكله. طبعا ببدا الون كده من الجنب يبقى غامق سنه، وكل ما نروح للنص كل ما يبقى فاتح، فمن الجنب اليمين بيبقى غامق سنه والجنب الشمال غامق سنه، كل ما وصلنا للنص كل ما بقى افتح.
بعد كده ممكن اجيب دلوقتي بقى القلم الرصاص وابدا اتقل ايدي شويه في شكل الحديد، وكل ما نروح برضو للنص كل ما ايدي تفتح او كل ما ايدي تبدا تخف عشان نفتح اللون. فبالطريقه دي بعمل شكل الحديد او الشكل الرصاصي او اللون الرصاصي اللي احنا محتاجينه بتاع الحديد او بتاع القفل اللي على الايد زي ما انتم شايفين. وببدأ اهو برضو الون القفل اللي احنا عملناه او الحديد بتاع المساجين او القيد بتاع المساجين، ببدأ الونه كله بالرصاصي بالقلم الرصاص العادي اللي احنا كنا بنخطط بيه. طبعا ما بستخدمش هو اي درجات ولا بستخدم اي حاجة عشان محدش يجي يقول لي بقى امكانيات، انا جايب لكم حاجات بسيطة اوي اهو زي ما انتم شايفين، رسومات جميلة ورسومات بسيطة. طبعا اللي عنده اي سؤال عن رسمة او اي استفسار فاكتب لي تحت في الكومنتات، هرد على الكومنتات في اسرع وقت. طبعا الناس كلها عارفة ان انا برد على الكومنتات على طول، تكتب الكومنت من هنا هتلاقي الرد من هنا، فعشان كده لازم تكتبوا رسومات اللي انتوا عايزينها وتكتبوا طبعا رأيكم، بيهمني جدا جدا اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. صدقوني بفرح قوي لما اشوف تعليق من تعليقاتكم، ده شيء بيحفزني وبيخليني اتطور وبيخليني يعني احاول انزل لكم فيديوهات اكتر واكتر. فطبعا اللي مش مشترك يشترك في القناة ويفعل زر الجرس، بعد ما تضغط على كلمة اشتراك هتلاقي شكل الجرس، اضغط عليه وحدد الكل عشان يوصلك كل اشعارات الفيديوهات. عايزين نوصل 12,000 في اسرع وقت، فيلا بينا كله يضغط اشتراك وكله يضغط لايك. عارف ان في ناس ما حطتش لايك، حطوا لايك يا جماعة عشان اللايك ده هيوصل الفيديو للناس اكتر. فلو انت عايز الفيديو يوصل لشخص محتاجه فحط لايك، هتكسب ان شخص ياخد من وراك الفيديو، فده هيساعده ان هو يطور رسمه زي ما انتم شايفين. وطبعا اللي هيرسم رسمه النهارده يبعت لي على الانستجرام او على الفيسبوك او يعمل لي منشن على ستوري او بوست عنده، اكيد هشوف الرسمه واشير لكم رسوماتكم دعما ليكم، واقول لكم على اخطاء بسيطه تعالجوها، فيعتبر كورس مجاني. فدي كانت رسمه النهارده، مستني رايكم، مستني لايكاتكم، مستني كمان كومنتاتكم الجميله. ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. مستني اشوف تطبيقاتكم على الرسمه في صندوق الوصف، هتلاقوا موجود الانستجرام والفيسبوك، خشوا وابعتوا الرسومات واقول لكم لو في اخطاء، وهنشجعكم وهشير رسوماتكم. فاشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامه.